الرحيم، درسنا اليوم لطابة التبريد عن التبريد والتكييف، أساسيات طبعا أساسيات التبريد والتكييف. محاضرتنا اليوم عن أنواع الضوابط المستخدمة في نظم التبريد والتكييف. زي ما أنتم شايفين، هذا الشكل يحتوي على معظم أنواع الضوابط المستخدمة في نظم التبريد والتكييف، لكن هنختص على جزء معين وهو ذو الإزاحة الموجبة، ويتكون من نوعين مهمات. هذا النوع الأول يسمى بالضوابط الترددية، وهذا النوع الثاني ينقسم إلى نوعين مهمات هنركز عليهم، اللي هو النظام الدوراني ونظام الحلزوني، بشكل أساسي المستخدمات في نظم التبريد والتكييف. رجعنا على المادة، هنلاقي أنه في شرح مفصل عن الضغط الترددي. هذا الضغط تصل قدرة الضغط إلى 100 حصان، وهو الآن أهم أنواع المستخدمة في التصميمات الجديدة ذو كفاءة عالية في نظم التبريد والتكييف. الشكل هذا يوضح مكونات الضغط الترددي، حيث يتكون من المكبس والمرتبط بذراع التوصيل مباشرة، وبعمود الكرنك والمرتبط مباشرة بالملفات المحرك اللي بتحرك عمود الكرنك، الذي يحرك المكبس ليساعد على ضخ وسيط التبريد في نظام التبريد. شكل آخر يوضح المكبس مرتبط بذراع التوصيل، والدولاب اللامركزي اللي بتحرك بتوصل مباشرة بالموتور الكهربائي، حيث يتحرك الحركة الدورانية تتحرك يتم هذا الدولاب يحولها من خلال ذراع التوصيل من خلال المكبس إلى حركة عمودية أو رأسية ليسمح بدخول وسيط التبريد. زي ما أنتم شايفين، هذا هو المكبس، وهذا هو ذراع التوصيل، وهذا العمود الكرنك، وهذه الحركة الدورانية من خلالها يتم الحركة الأفقية العمودية. هذه الحركة العمودية تسمح بسحب وشفط وسيط التبريد من هذا الصمام وضخه في الصمام الآخر أو خط الطرد. زي ما أنتم شايفين، عبارة عن صمام للسحب وسيط التبريد، وهذا صمام للطرد نتيجة الحركة العمودية للبستون أو للمكبس. زي ما أنتم شايفين، هذا المكبس متصل بالذراع، هذا الذراع في نهاية صغرى ونهاية كبرى، مرتبط بالعمود الكرنك، مرتبط بالموتور أو بمصدر للطاقة. ذراع التوصيل هو أداة الاتصال بين عمود المرفق والمكبس، وهو يعمل على نقل الحركة بينهما. يتكون من ذراع التوصيل من 3 أجزاء، هي النهاية الكبرى والساق والنهاية الصغرى، والعمود المرفق اللي هو العمود الكرنك يستمد عمود المرفق حركته الدورانية من المحرك الكهرباء المتصل به، حيث يعمل عمود المرفق على تحويل هذه الحركة الدورانية إلى حركة ترددية، الأعلى من خلال هذا الذراع التوصيل. صورة أخرى وضح المكبس والمرفق الذي يوصل ما بين المكبس وبين الحركة الدورانية أو عمود الدوار من خلال ذراع التوصيل. تمام، صورة أخرى أو شكل آخر وضح ذراع التوصيل، وهذا المتصل بالحركة الدورانية بذراع التوصيل، وهذا هو المكبس ذو حركة عمودية. طبعا هو يكون بالشكل هذا عمودي للأعلى، في هذه الحركة يسمح بدخول اللي هو وسيط التبريد، وأثناء الضغط للأعلى يسمح بضخه أو طرده في من خلال هذا الصمام، صمام الطرد. صمامات الضغط تتوقف عمل الضغط بدرجة كبيرة على حالة وعمل الصمامات، زي ما احنا شفنا صمام الطرد وصمام السحب. استعمل هذه الصمامات على تنظيم دخول وخروج غاز التبريد أو وسيط التبريد من الأسطوانات
من اسطوانات الضغط. تحتوي كل اسطوانة على صمامين، حيث يسمى صمام دخول الغاز وسيط التبريد بصمام السحب، وصمام الخروج الغاز بصمام الطرد. والصمام عبارة عن قرص صافي مصنوع من صلب قوي الاحتمال، يعمل على فتح وإغلاق فتحة مرور الغاز وسيط التبريد كما موضح في الشكل. وضح الصمام الأول، هذا الصمام الذي يسمح بالدخول بدخول وسيط التبريد، وهذا الصمام يسمح بطرد وسيط التبريد أثناء عملية السحب والانضغاط أو الشفط والانضغاط. عندما يتحرك البستون أو المكبس للأسفل يدخل وسيط التبريد إلى الحيز، حيز الأسطوانة، وعندما ينضغط البستون الأعلى أو المكبس ينضغط وسيط التبريد الأعلى ويغلق هذا مباشرة الصمام، ويفتح هذا الصمام فينضغط وسيط التبريد في هذا الاتجاه ويتحرك في نظام التبريد. نظرية عمل الضغط الترددي تعتمد نظرية عمل الضغط التردد على عمليتين أساسيتين، هما عملية سحب غاز وسيط التبريد من المبخر، يعني بيتم عملية السحب من المبخر الآن من هذا الاتجاه، بيكون المبخر موجود في هذه المنطقة، بيقوم بشفط وسحب وسيط التبريد نتيجة حركة البستون للأسفل. تمام؟ إذا أسطوانة الضغط الأسطوانة هذه عملية الضغط غاز وسيط التبريد وضخه إلى المكثف، ثم يتحرك البستون للأعلى فيغلق هذا الصمام ويفتح هذا الصمام فيتحرك الوسيط التبريد إلى المكثف اللي بيكون موجود في المنطقة هذه. تتم هذه العمليتين من خلال شوطي السحب والانضغاط، طبعا هذا يسمى فتح الصمام عملية اللي هو السحب، وأثناء الانضغاط يغلق هذا الصمام ويفتح هذا الصمام فتسمى بعملية الانضغاط. إذا شوط السحب عندما يتحرك المكبس إلى أسفل، عندما يتحرك المكبس إلى أسفل أسفل تمام، يحدث خلخلة وخفض للضغط داخل الأسطوانة مما يؤدي إلى فتح الصمام الساحب، حيث يتم سحب غاز وسيط التبريد المبخر إلى أسطوانة الضغط. يفتح الصمام الموجود هان وهذا ينزل للأسفل فيتم شفط وسحب وسيط التبريد إلى الحيز، يكون في المكان هنا وسيط التبريد، طبعا المكبس يكون في الأسفل. ثم تحدث شوط الانضغاط، يبدأ المكبس في التحرك إلى الأعلى لأجزاء عملية الضغط الغاز وسيط التبريد، حيث يكون صمام السحب مغلق ويسمح بعودة الغاز وسيط التبريد المبخر لأنه يعمل كصمام عدم رجع. زي ما أنتم شايفين عندما يتحرك المكبس إلى الأسفل يتم شفط وسيط التبريد في المنطقة، هذا المكبس حتى اللحظة مغلق. عندما تبدأ عملية الانضغاط للأعلى، الانضغاط للأعلى يغلق هذا المكبس ويفتح هذا المكبس فيدخل الغاز مباشرة إلى المكثف في المنطقة. تمام. النوع الثاني من الضوابط الدورانية، نوع من الضوابط يسمى الضاغط الدوراني، يعني في حركة دورانية. هذه الضوابط حركة ترددية للأعلى، يتم تحويل الحركة الدائرية أو الدورانية إلى حركة ترددية، فدائما المكبس في حالة تردد الأعلى أسفل أعلى أسفل أعلى أسفل. أما هذا الضغط الدوراني يتميز الضغط الدوراني بكفاءة عالية في التشغيل وصغر حجمه مقارنة بالضغط الترددي، الضغط أكبر حجم لازم له نفس السعة، يستخدم الضغط الدوراني في الحالات التي يلزم عندها إدارة حجم كبير من الغاز، يعني بدنا كميات كبيرة من الغاز تنضخ في لحظات زمنية أقل. وبالتالي مكونات الضغط الدوراني عندنا عمود الإدارة والدوار، عمود الدوار وعمود الدوار والأسطوانة. هات نشوف والريشة المنزلقة، في عندنا شكل يوضح هذا الكلام. هنلاحظ أنه النظام عبارة عن عمود الدوار اللي هو الدائرة الصغيرة اللي في النص هذه، تكون قطرها أقل من اللي هو الدوار، أقل من الدوار، يعني يتكون هذا الضاغط من عمود الإدارة ويكون مرتبط بالموتور بمصدر للطاقة، وأثناء دوران عمود الإدارة يدور اللي هو الدوار الخارجي نتيجة لدوران عمود الإدارة. هذه الأسطوانة الخارجية تدور نتيجة إدارة اللي هو العمود الإدارة. نتيجة هذه الحركة الدورانية في عندنا صمام للسحب وصمام للطرد. تمام. فعندما يتحرك هذا الدوار في هذا الاتجاه أو الاتجاه الأعلى، يفتح الصمام هذا فيدخل الغاز في هذا الحيز،
وعندما يتغير موضع الدوار فيغلق هذا الصمام ويفتح هذا الصمام فيخرج الغاز مباشرة من مصوت الطلق، فتتحكم الريشة في الأماكن اللي هو الإغلاق والفتح. كما تشاهدون إكمال شوط السحب دخل كمية الغاز الموجودة في هذا الحيز، عندما يكتمل شوط السحب تبدأ شوط الانضغاط، يغلق هذا الصمام ثم يفتح هذا الصمام، فالريشة تفصل ما بين السحب وما بين الطلق. وعند الانتهاء من الشوط تبدأ تدريجيا الحيز الطرد يقل تدريجيا حتى يغلق هذا الصمام، ثم يفتح هذا الصمام لملء الحيز بوسيط التبريد فيندفع مباشرة إلى الطرد فيذهب إلى المكثف في هذا الاتجاه، ويكون في المنطقة هذه مرتبط في المبخر حيث يشفط أو يسحب منه الغاز فيتجه اتجاها إلى المكثف للتبريد. النوع الثالث من الضواغط هو الضواغط الحلزونية. هذا الحلزوني عبارة عن حركة حلزونية ميكانيكية لسحب الغاز من اتجاه وضخه في اتجاه ثاني، كما تلاحظون في هذا الشكل حركة حلزونية، وفي عندنا عمود دوار في المنتصف تماما الذي يتحرك من خلال مصدر للطاقة موتور كهربائي. هذه الحركة الدورانية أو الحلزونية حركة حلزونية، يدخل الغاز من اتجاه نتيجة الحركة الحلزونية يخرج من اتجاه الثاني، يدخل في اتجاه ويخرج من اتجاه الثاني. فينا عمود المنتصف، هذا عمود المحرك اللي بيكون موجود في المنطقة هذه، فيدور من خلال المحرك أو موتور كهربائي أثناء الذي يعمل يحول الحركة الدورانية إلى حركة حلزونية. أثناء هذه الحركة الحلزونية يدخل الغاز في اتجاه ويخرج من اتجاه، وطبعا يكون في الاتجاه دخوله من خلال صمام للسحب، وفي عندنا صمام للطرد في اتجاه المنتصف تماما. وهذه هي الثلاث الضوابط اللي احنا هنهتم فيها في موضوع أنظمة التبريد والتكييف. زي ما انتم شايفين هذه الصورة توضح اللي هو أنواع الضوابط الموجودة. في عندنا حاجة اسمها اللي هو الإزاحة الموجبة للضوابط اللي هي تستخدم في البوزيتيف اللي تستخدم في أنظمة التبريد والتكييف. هذه الضوابط تنقسم إلى نوعين اللي هو الروتري الدوراني أو الترددي. التردد زي ما احنا شايفين عبارة عن مكبس ويتحرك في اتجاه عمود للأعلى نتيجة حركة دورانية من الموتور. أما النوع الثاني الروتري فمنه النوعين اللي احنا حكينا عنهم اللي هو النوع الحلزوني والنوع اللي هو الدوراني زي ما انتم شايفين. فأنواع هذه جزئيات لها علاقة بمولدات الكهرباء وهي الدايناميك، وهذا جزء خارج عن موضوع. هذا الشكل يوضح أنواع الضوابط ذات إزاحة موجبة ترددية ودوارة. الترددية شفنا مكبس وأنواعه، وفي عندنا الدورانية اللي هو الترس والحلزوني اللي هو أنواع دورانية، كل هذه تتعامل مع الحركة الدورانية. والنوع هذا احنا مالناش فيه دخل، هذا النظام الميكانيكي للتوليد الدايناميكس طرد المركزي والأنواع الأخرى. في عندنا أشكال برضو للحلزونية زي ما أنتم شايفين، الحركة الحلزونية والدخول والخروج، في عندنا مدخل وفي عندنا مخرج نتيجة الحركة الحلزونية هذه المرتبطة في الموتور اللي بحرك هذا العمود، الحركة عمود فيتحرك حركة حلزونية فيخرج الغاز من اتجاه ثاني. هذا يوضح صورة أكبر للضاغط دخولا وخروجا نتيجة الحركة الحلزونية، وطبعا مرتبط في اللي هو الموتور الكهرباء. في عندنا شكل تاني هو الضغط الدوراني زي ما انتم شايفين، حركة دورانية، هذا الضغط نتيجة اللي هو الحركة الدورانية، بيفتح الصمام فيدخل الغاز فيغلق الصمام، هذا بيفتح فيطرد الغاز في اتجاه المكثف. في عندنا الترددي، هي شكل التردد يكون أكبر حجما، هذا الترددي زي ما انتم شايفين عبارة عن حركة مكبس للأعلى والأسفل مرتبطة بالموتور الموجود هنا. هذا الموتور الحركة الدورانية بتتحول إلى حركة عمودية. هذه أنواع اللي إحنا هندرسوها
تشتغل عليها بشكل عملي في مشاغل التبريد والتكييف.